مساء سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى. نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية آخر اللمسات قبل ضربة البداية. هذا رؤوف خليف ينقل لكم مباراة اليوم. وركلة البداية. استخلاص جيد وسليم مكنه من منع الخطورة. يحاول فك دفاعات المنافس. هذه رمية تماس. كرة على الأطراف. كرة للجناح. مرت البينية ووصلت إليه. كرة أرضية إلى المنطقة. وهذه رمية تماس. تغيير اللاعب على الرواق. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. صافرة الحكم ومخالفة. كرة طولية من الحارس. والكرة ملعوبة إلى الأمام. عدت الكرة. للأمام. كرة على الرواق. يستعد للتصويب. كرة في المرمى. جول. ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. يمكن استغلال المساحة إذا كانت التمريرة جيدة. وقد كانت سريعة ودقيقة ولذلك كانت ناجحة. من بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر. دفاع خيالي يقطع الكرة بشكل مثالي. لن تمر مثل هذه الكرات على الدفاع بهذا التركيز. يحاول لعب كرة بينية غدارة. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يقرر لاعب كرة نحو خط الوسط. كريستيانو رونالدو. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. كرة على الأطراف. يحاول تمريرها عبر الدفاع. يلعبها بينية أرضية. هل سيمر إلى الداخل؟ يلعبها بينية ساقطة إلى الخط الأمامي.
بونوتشي، اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. فيري، وهكذا تسمح رمي التماس. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يتحرك إلى الأمام، أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. ومرة ثانية لم ينجح في التسجيل. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. تلعب الكرة ناحية اليمين. هذه كرة جول، ليس في هذه المرة، بعيدة للغاية عن المرمى. لم يكن بعيدا، ما من شك في أنه تحول إلى دينامو الفريق. صار المثل لزملائه والمحرك الرئيسي للفريق، إنه كالجوكر. يلعبها طولية وتخرج الكرة إلى رمي التماس. مرة أخرى رمي التماس. كرة طويلة وعالية على الرواع. أعتقد أنها مخالفة. مارتشيلو، فيري، كريستيانو رونالدو يلعب كرة بينية. محاولة يتصدى لها الدفاع. فيري، مارتشيلو يحاول أن يلعبها بينية. ينطلق نحو الخط الأمامي، يحاول لعب كرة بينية غدارة. عنده مساحة خالية على الطرف. يمسك الحارس الكرة. كريستيانو رونالدو يلعبها بينية أرضية. توزيع على الرواع. راية التسلل ليست مرفوعة. بكل القوة والإصرار يصمم على إنهاء المشوار. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. هذه هي نهاية الشوط الأول. قدموا لوحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول، والجماهير سعيدة بذلك، وعليهم المحافظة على هذا المستوى في الشوط الثاني. النتيجة هدف لصفر، وهذا فارق ثقيل بالتأكيد. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين.
لا يمكن أن تعاول على التقدم بهدف واحد. بهذا تأتي فرصة للمنافس للعودة من جديد. على الفريق أن يفكر في تأمين النتيجة بدون اندفاع بدلا من البقاء في مناطق الدفاع. فيري يحاول فك دفاعات المنافس وتخرج الكرة إلى رمي التماس. كرة قوية نحو الشباك، لم يخاطر على الإطلاق. يلعب كرة بينية. كرة طولية إلى الأمام. تمريرة بينية واعدة. هل يمكنه التسجيل؟ توزيع ناحية اليمين. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. يحاول أن يلعبها بينية. العرضية ولكنها ضايعة. مخالفة موجودة وصافرة حكيمة. والكرة للمنطقة الأمامية. واندفاع كبير. تدخل بصفة سليمة وبكل القوة. والآن الكرة ملعوبة للأمام. تصدي جميل من الحارس. وقاموا بتشتيت الكرة. يحاول تمريرها عبر الدفاع. خلق لنفسه المساحة. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. كريستيانو رونالدو. مجهود عظيم منه. كان جاهز للعب الكرة حقا. يحاول لعب كرة بينية غدارة. كانت الفرصة موجودة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة. مارتشيلو. هذا ما ينتقده الكثير من النقاد. تدوير الكرات في المنتصف دون استغلالها للتقدم إلى الأمام وخلق الفرص. تحكم مذهل. عدت الكرة وباش يسجلوها. لم يتحركوا بالسرعة الكافية في المرتدة. كرة طولية إلى الأمام. فيري وسيلعبون رمية التماس. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة.
كرة على الرواق. لحظات قليلة وينتهي القلق ويحققون الفوز بعد التعب. يحاول فك دفاعات المنافس. توزيع إلى الأمام. يتحرك بمفرده. هذه انطلاقة واعدة. تمريرة رائعة، كرة غدارة. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. الهجمة المرتدة بطيئة للغاية. وصلت إليه. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يستعيدها مارتشيلو. عرض جميل من التمريرات. ماذا سيحققون منها؟ يلعب كرة بينية قريبة للغاية، لكن ستكون هذه آخر تسديدة في المباراة مع انطلاق صافرة النهاية.